يخلص ويطب ويدخل على The Ultimate Team. وين يوزع ولا دحل يوزع؟ الله 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 يوزع يوزع يوزع. لا 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 يوزع بيقول لا يتقدم The Ultimate. هوب شنو يسوي شنو يقول؟ وين يا وين يوزع يوزع يخليه ضربه واذيه وجيب التشيكن دينر. شكو ماكو ملا شكو شو الله الله بببا شو شباب يعني الرجال سوى كلتش وجي جي خلاص يوزعوه يا اوح يوزع يا يوزع شيلوه خلوه وللكاس انطوه الله 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 قايل لكم يا جماعة الخير يوزع عطو 1v2 1v1 situation he will do it هو سواها صراحة مبروك نصرة جوكي سبوت على اللعب هذا يوزع صراحة أداء خرافي جدا منهم صراحة يستاهلها ام بي 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 ام سي عطوهم بي بي كيت عطوهم بي بي للبي بي لو كان هو صار معاه بالامي اي هو وصل لكل حاجة على فكرة ناقصة بي ام جي سي كمان والله لعب اسطوره وسوى اللي عليه واكثر كذلك اهنيكم يا نصره تشوك اي سبورت على تواجد هذا اللاعب ساحب. وكذلك التيم اللي معاه اللي دفعوه معنويا انه يكون كذا يا جماعه أكيد الخير أكيد. كانت عندي موهبه انا باللعبه والله عندك موهبه يوزع لي موهبه التسريحه صراحه بس موهبه ببجي موبايل ما اتوقع كنت اطمح دائما للجمهور اللي وراي سواء اخواني سواء الجروب اللي كان معي ان انا دائم اكون الافضل عندهم في أي تحدي في أي شيء يصير في اللعبة أنا دائما الأفضل عندهم. فإلى أن التقيت ببندر في أحد الأيام في اللعبة فعجبني اللعبة الوند مرة فتواصلت معه في الانستغرام وفي اليوم اللي تواصلت معه كان حاط عنده فقرة زي ما تقول طموح حاب توصل له وقلت له اللي عندي إنه أنا راح طموحي إني راح أوصل للعالمية باسم أفضل لاعب بإذن الله. فأعطاني كذا كلمة معنوية وأنا خذيت على محمل الجد وبديت منها. يعني الآن أنت يوزع من هذا المنبر يعني أقنعتنا أو بينت لنا أن بندر أسطورتك يعني أنا واضح من كلامك يعني كملت الحالي دربت الحالي انتقلت من تيم لتيم بنيت تيم وعلى هذه الفترة تقريبا سنة كاملة والحمد لله قدرت أتوصل لأني أنا عليها اليوم.